اولى المباريات بعد ايقاف النشاط الرياضي من اللجنه الاولمبيه من الاتحاد الكويتي لكره القدم بسبب انتشار فيروس كورونا، عافانا الله واياكم، في دوله الكويت. اولى المباريات الوديه برقان واليرموك. نبدا بالنادي الضيف على هذه المباراه، نادي برقان، المدير الفني ماهر شمري. شلون لعبت المباراه يعني مع ان في تحذيرات؟ اول شيء الله يكفينا الشر ان شاء الله والامه الاسلاميه جميعا يا رب، والكويت بشكل خاص يا رب. والله شوف، احنا بالنسبة لنا الامر لحد الحين ما نبي يعني نبين حق الناس ان في مشكلة كبيرة في الكويت. الحمد لله الكويت بلد خير، بلد يعني عندنا الاجراءات الوقائية والامنية والاجراءات كافة وزارة الدولة الحمد لله، وبالعكس احنا ممتثلين القرار الاتحاد واللجنة الاولمبية، ولكن قاعد نقوم تماريننا بشكل طبيعي ومباراة تجريبية، ولكن بنفس الوقت حذرين. يعني انا كل يوم وثاني، كل يومين عندي راحة، اليوم الثالث عندي راحة، يومين عندي راحة، وفي كل ثلاثة أيام تقريبا أو أربعة أيام أسوي مباراة، فعشان الأمر إن نحسس اللاعبين إن الأمر ما هو خطير لهالدرجة، يعني إن لازم نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأنت عايش مع الأمر هذا، هذا ما كذا كل الموضوع، يعني ما في شيء. في خيار اللعب نشاط رياضي واللعب مباريات من غير الجمهور مع القرار؟ والله فكرة ممكن، ولكن حتى جمهورنا قليل يعني اللي قاعدين، واللي قاعدين ما يعني ما هم وايد، يعني ما العدد قليل، يعني ما في مشكلة يعني، ولكن الإخوان في الاتحاد وفي اللجان الأولمبية هم أجدر إن ممكن يتخذون قرار أفضل مني أعتقد. عبد الرحمن، إن أنت مو مع إيقاف النشاط الرياضي؟ إيه أكيد، يعني أنت خاصة يعني راح تلعب، عندك كأس الأمير، عندك الدوري، عندك مشاركات خارجية، يعني أتوقع راح تكون الأمور صعبة، يعني راح أربع مباريات تقريبا راح تلعب رمضان، يعني الأمور أشوفها لو مكملين أفضل. أنا ما أشوف إن في مخاوف، يعني أنت بس مجرد إنك تعمل فحص دوري حق اللاعبين بخصوص الفيروسات، حتى الأمور الثانية مو بس مختص يعني بموضوع الكورونا. ويعني اسمه قال الشاب إن إحنا ما عندنا حضور جماهيري المؤثر اللي ممكن تخاف إنه ينتشر المرض في حال لا سمح الله كان موجود، هو بالأساس يعني فيروس عادي، يعني مخاوف زيادة عن اللزوم قاعد تصير. كابتن، تحذيرات وجود كورونا، ايقاف النشاط الرياضي، نشوف اليرموك مو مع الشيء هذا؟ لا احنا معاه، بس احنا اخذنا احتياطاتنا وفحصنا جميع لاعبينا قبل لا ندش التمرين، اخذنا عندنا طاقم طبي كامل، يعني امس فحص جميع اللاعبين. يقول حتى اجراءات السلام المعتاده عندنا بالحاله الاجتماعيه في الكويت منعتوها، ان السلام من بعيد. يعني سلام من بعيد، سلام سلام سلام، ولا كلهم يشوفون بعض، ما في بينهم سلام خاص، سلام من بعيد سلام، وندش التمرين عادي. وان شاء الله احنا ماخذين جميع احتياطاتنا، نشوف اي لاعب في عطسة في حرارة راح نعزله عن اللاعبين، نتخذ إجراءات طبية مع العيادة عندنا. مع إيقاف النشاط الرياضي في ظل هذه الأزمة وهذا المرض أو ضده؟ للأمانة لازم أول شيء يبلشون نشوف الوضع أول أسبوعين، لأن الوضع أنت قاعد تشوف كل يوم قاعد يزداد الرقم، فخلنا نشوف الوضع مدة أسبوعين مثل ما سوى الاتحاد الكويتي، وبعد هذا المفروض يرد النشاط. والمباريات الودية؟ المباريات الودية والله بيد النادي، بعد النادي يقول مباراة ما يقدر يقول لهم بعد نلعب مباراة. أنا لا تخاف، الله موجود، الله موجود، أنا ما يبي، لا تخاف كورونا. زين نادي يرموك سوي حرارة حق أنت سوي فحص؟ حرارة مو إن شاء الله زين، هذا ما في مشكلة، مو مشكلة. يسوي تنظيفات مثلا شوية؟ وادي تنظيف، وادي 100% تمجيد، 100% تمجيد نادي يرموك. الحمد لله. وبكذي وصلنا لختام تقريرنا اليوم الخاص في مباراة اليرموك وبرقان الودية بالرغم من إيقاف النشاط الرياضي بسبب مرض كورونا. كنت معاكم خلف العنزي في برنامج الديربي.